أهلا بكم من جديد في شير. إذا اعتمد الإنسان على نفسه يسد حاجته، وإذا نظر إلى من عمل واجتهد ونفع نفسه وأهله فإنه يصبح قدوة لأبنائه فيحذون حذوه، لأن أفضل معلم للأبناء هو الوالد بكل تأكيد، والمعلم للشعب كله هو القائد. هذا كلام الشيخ زايد رحمه الله، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه رؤيته لشخصية القائد. هكذا عهدنا قادة الإمارات أصحاب رؤية مستقبلية يسعون لبناء مجتمع حضري متقدم. فهذه الرؤية التي غرسها الوالد المؤسس في أبنائه جعلت من الشيخ محمد بن زايد الشخصية الأقوى في الشرق الأوسط. لماذا يا ترى؟ مؤخرا انتشر على تويتر هذا الفيديو بشكل كبير، تناولت فيه قناة CBS نيوز الأمريكية مقالة نشرتها النيويورك تايمز. تتحدث هذه المقالة عن دور الشيخ محمد بن زايد في إرساء السلام بالمنطقة. لنشاهد. He is one of the most powerful men on earth. Mohammed bin Zayed could soon emerge as a key player in bringing down tensions in the region. In some respects, he's quite progressive. He's stood up for the rights of women and put them into powerful positions in his government, and who's worked hard also to build a non-oil future for his country. He's also quite tolerant, or his policies have been, regarding religions, and he's built up a very powerful military that has an especially good special forces, elite commandos, which he has deployed around the region. So even though it's a small country, it's been amazingly active. It's done some valuable diplomatic work that wasn't in that same mold. For instance, his government was instructive in bringing about the peace. الصحفي روبرت وورث وصف الشيخ محمد بن زايد في مقالته بصحيفة نيويورك تايمز بأنه أهم رجل مؤثر في العالم. بالطبع هذه المكانة التي وصل إليها الشيخ محمد بن زايد هي نتاج سنوات من الجهد والعمل وإرساء لقواعد بناءة في دولة الإمارات. هذا ربما ما عكسه تغريدات رواد تويتر في الإمارات، والتي عكست تغريداتهم فخرهم بقائدهم الملهم. إليكم بعضا منها.